فيما يخص الظاهرات تاع الشوارع اللي يعني نشوفوا فيها تاع الناس هذو يضربوا بالاسلحه البيضاء كما نقولوا حنايا بالدرجه سيوبا وقاعدين راهي كثرت بزاف في المجتمع هذا. نقصت الحنيه من قلوب وقاعدين نورمالمون الناس هذو يولوا خاوه في بيناتهم يتحابوا نورمالمون انسان يسمح من حقه. علاه ربي سبحانه يقول لك الكاظمين الغيظ، انسان يسمح الماكسيموم هكا يكون المسامحه تجيب نتيجه. تنقص الظاهره هذه وان شاء الله ان شاء الله الدوله توقف ان شاء الله ودير قانون صارم للمشاكل هذه. والشعب ثاني نطلبوا من الشعب ثاني يرفد، عنده الرقم الاخضر وعنده تليفون راهو بقوه يرفد يعيط للدوله ويقول باللي كاينه ظاهره كذا وكذا والدوله تقوم بالواجب تاعها ان شاء الله. وماذا بنا ان شاء الله نتحابوا ونتراسوا باش نكونوا كتله واحده ان شاء الله، وان شاء الله ربي يجيب الخير ان شاء الله. دزاير تيوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.